سلام الله عليكم مشاهدينا. في هذه التغطية المتواصلة تدخل المنطقة منعطفا له ما بعده بقرار إسرائيلي ودعم أمريكي نفذ تل أبيب عدوانين في بيروت وطهران. في ضاحية بيروت الجنوبية امتدت يد الغدر لتغتال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر. وفي العاصمة الإيرانية نفذت إسرائيل فجرا عدوانا أدى إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. اغتيالات نفذت بعقلية إرهاب الدولة المنظم وسط صمت دولي. قائد الثورة في إيران أعطى الضوء الأخضر للرد على اغتيال هنية. واليوم يتوقع أن يضع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله عناوين الرد المرتقب على اغتيال السيد محسن في معركة تثبيت المعادلات. يحاول نتنياهو تعويض خسائر العشرة أشهر المنصرمة من طوفان الأقصى. في المقابل فإن محور المقاومة الذي ركم الانتصارات بالنقاط ليس بوارد التفريط بالتضحيات. في الأثناء يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة تداعيات الاغتيالات الإسرائيلية. هذه التطورات مشاهدينا والعناوين نناقشها في هذه الساعة من التغطية، حيث ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ طارق عبود، ومن القاهرة الكاتب والباحث في معهد الدراسات المستقبلية السيد شبل. من واشنطن سيكون معنا بالطبع مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. حياكم الله جميعا ضيوفي وزميلي منذر سليمان. ونبدأ بما قالته المقاومة في بيانها، حيث زفت المقاومة الإسلامية في لبنان شهيد القائد فؤاد شكر شهيدا كبيرا على طريق القدس، مؤكدة أنه رمز من رموزها الكبار ومن صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النفس الأخير. وفي البيان شدد حزب الله على أن شهادته العظيمة ستكون دفعا قويا لإخوانه المجاهدين من أجل المضي قدما لحفظ الانتصارات ولتحقيق الأهداف التي كان يتطلع إليها. وأشار إلى أن الموقف السياسي للمقاومة سيعبر عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اليوم خلال التشييع. إلى واشنطن وأبدأ مع منذر سليمان. منذر حياك الله في هذه الساعة من التغطية. واشنطن بوست تقول بأن الإدارة أو تنقل عن المسؤولين الأمريكيين في الإدارة بأننا ما زلنا نعمل على السيطرة على الوضع ومنع انزلاق أو الانزلاق إلى كارثة أو حدوث كارثة. ما هو ملخص هذه الجهود الأمريكية التي تشير إليها صحيفة الواشنطن بوست؟ يعني عمليا لا يزال الفريق الذي كان ينخرط في المفاوضات حول وقف إطلاق النار، الفريق الأمريكي لا يزال في المنطقة، هذا من جهة، ولا تزال الرغبة الأمريكية قائمة. يعني هذا يفتح المجال أمام أن نحاول قراءة دقيقة للموقف الأمريكي مما جرى. لا يوجد أي خلاف على أن هناك خلية اغتيالات مشتركة إسرائيلية أمريكية وربما آخرين معهم، ولكن بشكل أساسي ثنائية هي تستهدف المقاومة بأطرافها وتعتبره أنه يعني هي تحارب الإرهاب. وهذا الأمر يعني يأخذ مداه الأبعد في ظل وجود زعيم عصابة إجرام في الحكم في الكيان الإسرائيلي اللي هو نتنياهو. عندما نتحدث عن خط أخضر أو يعني ضوء أخضر أعطي لنتنياهو، هذا يجب أن لا يكون هناك التباس بين أن يعطى خط أو ضوء أخضر لشن حرب واسعة في المنطقة وبين أن يطلق يده في الاغتيالات. وهذه سياسة جارية، لا بل إنه أحد الرؤساء الأمريكيين وكل الرؤساء الأمريكيين مؤخرا كانوا يوافقون على عملية الاغتيال وبالتالي ممارسوها. حتى أوباما الذي كان يفترض فيه لا تم اتهامه برئيس الاغتيالات عبر الدرونز. إذن هنا علينا أن ندقق الموقف الأمريكي لهذه الإدارة في حالة نوع من الغياب أو الفراغ النسبي في ظل تنحي
ولو جزئيا انسحاب بايدن، يتحرك نتنياهو ليس بضوء من إدارة بايدن لخوض حرب واسعة في المنطقة، وبالتالي من هنا وجدنا أن لا، الإدارة الأمريكية ليست ضد عملية الاغتيال، ولكن هي ضد توقيت عملية الاغتيال، بمعنى طيب. أنه أنتم لعشرة أشهر كنتم قادرون على خوض عملية الاغتيال، لماذا لم تقوم فيها قبل؟ لأنه النقطة المركزية هنا أن هذه حرب نتنياهو. نتنياهو يحاول تمديد مدى الحبل الذي يعني يطوق عنقه سياسيا، وهو يمارس الضربات هنا وهناك، وليس بالضرورة بمباركة أمريكية، ولكن البعض منها هو من أجل أن يورط الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن معسكر الحرب، هنا النقطة الأبرز، معسكر الحرب في أمريكا ليس فقط داخل الإدارة، خارج الإدارة وترامب يشجعون على استمرار حالة الفوضى وحالة الحرب، لأن هذا يشكل مقدمة مريحة لنجاح وفوز الحزب الجمهوري وترامب، لأنه بدأت هاريس تحتل مكانة متقدمة وزخما متقدما. طيب منذر، يهدد بنجاح. نعم، أريد أن أشير إلى الأخبار العاجلة القائم بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن التي لا تزال منعقدة منذ حوالي ساعتين، وحسب العاجل هذا العدوان يهدد بجر المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها. والقائم بأعمال بعثة لبنان أيضا يدين ويتحدث عن انتهاكات الإسرائيلية في جلسة مجلس الأمن. كان مندوب الجزائر قبل ساعة من الآن أيضا يتحدث في مجلس الأمن، وكانت عباراته قاسية جدا، هاجم بشراسة إسرائيل وما تفعله إسرائيل، وصف سياستها بأنها خبيثة. مندوب إيران كذلك في مجلس الأمن تحدث، مندوب الولايات المتحدة الأمريكية كان يقول أن لإسرائيل حق في الدفاع عن نفسها وإلى آخره. منذر، بشكل مباشر بناء على ما يجري من معركة في مجلس الأمن الدولي، هل ترى، هل هناك وفق المعطيات هامش للدبلوماسية ما زال حاضرا في ظل هذه الظروف؟ لابد من أنه يخرج موقف يدين عملية الاغتيال على الأقل في طهران، ويوضع المسؤولية على التصعيد. الولايات المتحدة ستحاول تقديم صيغة عمومية تطالب بعدم التصعيد ودعوة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2735 ووقف إطلاق النار. نعم. هذا ويكون بيان، لن يكون هناك شيء ملزم. سيبقى الأمر أنه هل أن هذا الاغتيال أعاد أسرى إسرائيليين أو أمريكيين؟ هل أن الاغتيال أدى إلى أن يعود مستوطن إلى مكانه في الجبهة الشمالية أو في غلاف غزة؟ هذا ما هو بالنهاية الأمر الموقف الأمريكي والموقف الدولي والموقف الإقليمي وحتى الموقف الداخلي الإسرائيلي، سيستفيق بعد هذه النشوة من استعراض القوة والقدرة إلى القول بأنه ميدانيا ماذا يحقق ذلك؟ لا يحقق شيئا، خاصة وأن ردة الفعل التي ستتم، وهنا أنا أقول أن معسكر المقاومة ليس غرضه هو أن يكون في قادر على الثأر أم لا، هو قدرته وهدفه الأساسي تعزيز شروط الانتصار في مشروع التحرر الوطني وتحرير فلسطين ومقدساتها، وهذا هو الأساس وما يقربه من ذلك. لذلك ينظر إلى المعركة مش من زاوية أنه عملية اغتيال وعملية ثأر وكيف تكون، هذه فقط تلعب دور في تغليب موضوع ميزان القوى مرحليا، ولكنها لا تغير في طبيعة ميزان القوى، وأن ميزان القوى واضح أن معسكر المقاومة في صعود والمشروع الصهيوني. منذر، أرجو أن تبقى حالة معي لمزيد من إلقاء الضوء على الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية والخيارات في الأيام وفي الساعات المقبلة. دكتور طارق حياك الله. عفوا. وأشار زميلنا منذر إلى موضوع الخيارات وخيارات محور المقاومة في هذا التوقيت، واضح أن التوتر هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة. هل ترى بأن ما عداه من محاولات، لأنه الآن فاينانشال تايمز تقول بأنه في ضغوط هائلة على إيران لعدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية،
هل ترى بأن الدبلوماسية والاتصالات السياسية ربما انتزاع بعض التنازلات من إسرائيل؟ لا أعرف، لكن هل تعتقد بأن الدبلوماسية قد يعني تفرمل حالة التصعيد المرتقبة في الساعات المقبلة؟ تحيات أستاذ كمال، حياك الله لك وللضيوف والمشاهدين. أولا يعني المسار الدبلوماسي أيضا هو منسجم ومتقاطع مع المسار العسكري. يعني ما أرادت إسرائيل تحقيقه من خلال عمليتي الاغتيال، وليس يعني عملية الاغتيال فقط للشهيد إسماعيل هنيه، هو لتحقيق عدد من الأهداف. تريد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تحقق هذه الأهداف عبر المسار الدبلوماسي أو الكلام السياسي، بأنه على إيران أن تضبط نفسها أو أن تبتلع الضربة لكي ننتقل إلى المفاوضات السياسية، وتعد بشكل ما أنه أن تتقدم المفاوضات السياسية. هذا ليقودنا إلى ماذا؟ إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية. يعني إسرائيل ماذا كانت تريد من ضرب طهران، من اغتيال إسماعيل هنية أبو العبد في طهران، ومن اغتيال أيضا القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر؟ نعم. هي أولا مثل ما عم بحكي كان الأستاذ منذر، أنه هي أرادت من خلال ذلك أن أولا تستعيد موضوع الردع الذي تآكل وتهافت في الأشهر العشرة بعد 7 أكتوبر. يعني يريد نتنياهو أن يعود إلى أو يكرس صورة القوية أو إسرائيل القوية. اسمح لي فقط أشير إلى الأخبار العاجلة، اتصال يجري بين أو جرى بين وزيري خارجية إيران والسعودية لبحث التطورات في المنطقة. هذا ما كنا نتحدث عنه، اتصالات سياسية صح. يعني بدأت تسخن الآن. اثنين، جزء من يعني الشرط الأول أو الهدف الأول أنه استعادة الجزء الصلب من مفهوم الردع الذي تآكل بعد 27 أول. اثنين، محاولة القيام، وهذا شيء أساسي باغتيال إسماعيل هنيه في طهران، محاولة القيام بهدم كلي للمكاسب التي حققتها إيران كدولة إقليمية وازنة في 13-14 نيسان. وهذا الشيء اللي عملته إيران بالرد الإيراني على قصف القنصلية، هي هدمت وحطمت تابوهات كبيرة جدا نفسية ومعنوية وعسكرية وتاريخية بالرد على إسرائيل وقصف إسرائيل للمرة الأولى بتاريخ الثورة الإسلامية منذ العام 1979. وهذا إنجاز يعني كبير جدا على إيران أن تحافظ عليه. نتنياهو، ليس فقط نتنياهو، نتنياهو والجيش الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي كله اليوم يريد تحقيق هذه الأهداف. لذلك نحن اليوم أنه أمام عمل كبير جدا، نحن أمام متغيرات دراماتيكية في مسار الحرب وفي مسار المعركة. المكاسب التي كان يريد تحقيقها الإسرائيلي على الأرض هي غير موجودة اليوم، هرب إلى المربعات الأخرى عبر طيب عمليات الدبلوماسية. دكتور طارق، الفاينانشال تايمز قبل قليل استشهدت فيها والآن سأستشهد فيها مرة أخرى، الفاينانشال تايمز تقول أن دبلوماسيون أمريكيون أوروبيون يجرون مناقشات عاجلة في الشرق الأوسط في محاولة لتجنب حرب إقليمية. هل تعتقد أن نتائج هذه المحاولات، يعني ما يمكن أن تقدمه إسرائيل من تنازلات أو من إنجازات يقوم بها هؤلاء الدبلوماسيين، يمكن أن تمنع الرد الإيراني، أم نحن أمام يعني تحديد أو إعادة يعني تحديد نظام ونطاق وحدود الرد؟ يعني هل تعتقد أن الجهود الدبلوماسية سيكون لها تأثير مباشر في شكل الرد الإيراني المقبل؟ أولا الجهود الدبلوماسية كانت لازم تكون قائمة قبل عملية الاغتيال. يعني هذا المسار أو هذا الكلام عن حل دبلوماسي أو تطويق للنار المشتعلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر كان لازم يكون قبل الاغتيال. اليوم كل كلام عن احتواء الرد وابتلاع الرد هو لتحقيق المكاسب الإسرائيلية. نتنياهو ماذا يريد اليوم حتى نفهم العقل الإسرائيلي؟ نتنياهو حتى والجيش الإسرائيلي وكل الكيان، هو يريد القول من خلال عملية الاغتيال. هذا لازم يفهموه كمان الدبلوماسيون الأوروبيون والغربيون، أنه عم بقول لإيران إما أن تدخلوا في حرب مفتوحة وشاملة معنا أو أن تبتلعوا الرد وأن
تتحملوا الإهانة التي ألحقتها بكم من خلال اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران. فالذي يريد أن لا تشتعل أو تمتد الحرب الإقليمية عليه أن يتكلم عن إسرائيل وليس عن إيران. يلجم نتنياهو وليس. فالإيراني اليوم ملزم بالرد. لا خيار هو أمام الإيراني إلا الرد. وهلأ نحكي بالتفصيل. طيب خلينا نسمع رأي استعادة الردع. الأستاذ سيد شبل من القاهرة، مساء الخير أستاذ شبل. واستكمالا لما كان يقوله الدكتور طارق هنا في الاستوديو، المرشد الأعلى قائد الجمهورية والثورة في إيران حسب وسائل الإعلام الأمريكية نيويورك تايمز تحديدا ونقلا عن مصادر إيرانية رسمية، تقول بأنه أصدر أمرا بضرب إسرائيل بشكل مباشر. هل تعتقد أن الأمر قضي؟ ما يمكن مناقشته هو نطاق حدود هذا الرد بناء على جهود دبلوماسية كنا نتحدث عنها قبل قليل. يعني أتصور أن إيران اليوم لا تمثل نفسها، يعني المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لا يمثل الثورة الإيرانية وحدها ولا يمثل الشعب الإيراني وحده، ويمثل كامل محور مقاومة. ومحور المقاومة لا نقصد به محور المقاومة الرسمي، يعني لا نقصد به حزب الله والقوات المسلحة في اليمن أو الفصائل العراقية، بل نقصد كل الشعب العربي المقاوم وخارج حتى نطاق الوطن العربي. إيران باتت اليوم هي الممثل الشرعي الوحيد والمباشر للمقاومة، هي الند الصريح للعدو الإسرائيلي. فبالتالي هي بالتأكيد مطالبة بالرد، وهي ستتحمل مسؤولية، يعني هي كما استضافت إسماعيل هنية يعني كزعيم للمقاومة الفلسطينية أو كقائد لحركة حماس على أراضيها، فهي بالتأكيد ستكون ملزمة أمام يعني تكتل المقاومة بالكامل بالرد، وهي سترد بالتأكيد. يعني نحن المشكلة أننا تعرضنا لما يشبه الصدمة، يعني باستشهاد أبو العبد إسماعيل هنية وباستشهاد القائد الجهادي فؤاد شكر، تعرض يعني المواطنين العرب أو المسلمين لصدمة ما بسبب يعني الصلف الصهيوني أو التجرؤ الصهيوني، خاصة إن الضربة جاءت بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو شيء يعني إن دل على شيء فإنه يدل على تورط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر. يعني لابد أن هناك تنسيق قد تم خلال زيارة نتنياهو ولقائه للقادة الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة. فهناك صدمة أصابت يعني جمهور محور المقاومة بسبب تجرؤ إسرائيل على مثل تلك العملية، لكن لا يجب أن ننسى أن محور المقاومة طوال العشرة شهور الماضية هو في صعود. يعني الصواريخ اليمنية التي وصلت إلى تل أبيب وسقطت بجوار السفارة الأمريكية، وصواريخ حزب الله التي تسببت في نزوح أكثر من 70,000 مستوطن إسرائيلي، صواريخ المقاومة العراقية التي تصل حتى أم الرشراش إلى تل المحتلة، الصواريخ التي أطلقت من إيران ذاتها ووصلت إلى كافة الأراضي المحتلة في 14 نيسان الماضي، كل ذلك يدل على صعود وتنامي قدرة محور المقاومة. ما فعله نتنياهو اليوم هو بمثابة، يعني إسرائيل تحاول دوما تصوير نفسها كالكلب المسعور، يعني هي فكرة ادعاء الجنون أو عقدة شمشون، يعني أننا سنهد المعبد على رؤوس الجميع عندما نتعرض للعدوان أو عندما نشعر بأن كياننا يعني إلى زوال، أو أنه أن المستوطنين الإسرائيليين أصبحوا في حالة معنوية سيئة، فإننا سنهد المعبد على الجميع. لكن محور المقاومة واعي تماما للسياسة الإسرائيلية، واعتقد ان خطابات بالتحديد السيد حسن نصر الله تكشف عن ذلك. يعني اصبحوا طول امد الحرب وطول امد القتال بين الفصائل المقاومه وبين الجيش الاحتلال الاسرائيلي اصبحنا خبراء في كيف يفكر الاسرائيليون. الاسرائيليون اليوم يحاولون هز معنويات جمهور المقاومه، هذا هو المستهدف الحقيقي. يعني هو اسماعيل هنيه الشهيد العظيم له بدائل عظيمه ايضا داخل حزب داخل حركه حماس، والشهيد فؤاد شكر رغم ثقله وتاريخه النضالي الكبير هناك طلائع وهناك اجيال جديده موجوده في حزب الله قادرين على حمل الرايه. هم يستهدفون معنويات محور المقاومه بالتحديد، معنويات الشباب العربي السائر من اجل فلسطين، وهم لن ينالوا ذلك. وسيكون الرد القادم من كافه فصائل وساحات محور المقاومه دليل على ذلك، وستنعكس الايه. يعني اتصور ان اسرائيل اليوم او ربما يعني وفق وجهه نظرك سيد شبل ان محور المقاومه سيتجاهل موضوع الضغوط الدبلوماسية والمحاولات الدبلوماسية للتقليل من وطأة الرد العسكري أو حتى فرملته وإلغائه؟
يا سيدي الفاضل، هو الرد قائم بالفعل. يعني هو حزب الله لم تتوقف صواريخه، المقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه لم تتوقف عملياتها ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليس كل ذلك نوع من المقاومه؟ المقاومه يعني صامده، ربما غدا او بعد غد نجد صواريخ اليمنيه تصل مجددا الى داخل الاراضي المحتله، يعني محور المقاومه مستمر في مقاومته، واليوم لم تعد طهران تمثل نفسها، هي تمثل محور كامل وتمثل يعني حركات حتى غير رسميه وشباب موجود على يعني على منصات التواصل الاجتماعي رغم حالة الحصار الموجودة على الفيسبوك وعلى الانستجرام، إلا أن يعني كافة المنشورات الموجودة من محيط الوطن العربي من المحيط الخليج كلها تنعي الشهداء المقاومة اليوم وتؤكد دعمها لمحور المقاومة، والكل ينتظر الرد الإيراني وهو قادم لا محالة. يعني طيب سيد شبل، اسمح لي فقط أنوه إلى هذه الصورة، هي مدينة طنجة في المغرب العربي، طنجة المغربية، لتظاهرة خرجت مساء هذا اليوم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن اغتيال السيد إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى اغتيال القائد المجاهد الكبير فؤاد شكر. هذه طنجة في هذه الليلة مشاهدينا. طبعا أريد أن أنوه لأن عواصم عربية وإسلامية شهدت تظاهرات مماثلة، إسطنبول شهدت تظاهرة أيضا رفعت ذات الشعارات واستنكرت العدوان الإسرائيلي واغتيال جريمة اغتيال السيد إسماعيل هنية. تونس العاصمة كذلك شهدت تظاهرة، عمان شهدت تظاهرة، طهران كذلك شهدت تظاهرة منددة بهذه الجرائم. إذن الشارع العربي، الشارع الإسلامي يتفاعل على وقع هذا التصعيد وهذه التطورات التي تطرأ على الحرب. زميلي منذر سليمان، أكمل معك في موضوع الجهود الدبلوماسية. الجهود الدبلوماسية يعني بدأت وفي سخونة، في اتصالات إيرانية قطرية، إيرانية سعودية، اتصالات أمريكية أوروبية كما تقول فاينانشال تايمز، لكن الجهود الدبلوماسية بحد ذاتها موضع عدم ثقة، خاصة الجهود الأمريكية قياسا على موضوع الصفقة. يعني في نوع من عدم الثقة بموظفي الإدارة الأمريكية المكلفين بقيادة الجهود الدبلوماسية، وخير دليل أو إذا أخذنا نموذج منذر على ذلك كان تصريح النائب وليد جملاط، الزعيم الدرزي وليد جملاط، عندما قال هوكستين اتصل فيه ليبلغني تهديدات الإسرائيليين، قلت له روح شوف شغلك، يعني أنت وظيفتك ليست نقل التهديدات إنما وظيفتك وقف الحرب. يعني هذا أحد نماذج ما يعبر عنه من سوء أو يعني ضعف الموظفين الدبلوماسيين الموكلين من الإدارة بموضوع الجهود الدبلوماسية. هو انعكاس لضعف الإدارة الأمريكية وانحدارها وقوة وفعالية أمريكا. يعني فعالية الدبلوماسيين، هي الدبلوماسيين هم أداة لنظام، لقوة، هذا على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في طريقة التعاطي الأمريكي الإسرائيلي. أمريكا ترغب في إنقاذ إسرائيل، ونتنياهو يقود إسرائيل، هذه يعني الوكيلة الأمريكية التي كانت تعتقد بأنها ستلعب دورا أساسيا في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، هي تأتي لحمايتها وتجد مجنونا يحاول يقودها إلى الانهيار. ماذا يمكن عند الحديث عن الجهود الدبلوماسية؟ يمكن الحديث عنها في مرحلتين. المرحلة الراهنة لمحاولة تطويق رد معسكر المقاومة وخاصة إيران ومن لبنان لفعالية الاثنين أكثر، لا أود أن أقلل من اليمن أو من العراق أو أي مصدر آخر، ولكن من حيث طبيعة الرمزية وطبيعة درجة الإيذاء والقدرة على الإيذاء لأسباب كثيرة، وبالتالي من هنا الجهود الدبلوماسية طبيعية وتلقائية أن تنطلق الآن وتقول الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها
والدول الوسيطة في محاولة، ولكن سيصب جزء من هذا الضغط الآن بشكل جزئي على الكيان الإسرائيلي وعلى حكومة نتنياهو، ولكنها لن تنجح بعد الضربة، بعد الرد الذي سيأتي من معسكر المقاومة، وهو ليس ردا ثلاثيا، قد يكون رباعيا، يعني بمعنى مصادره، وقد يكون على أكثر من مرحلة، وكيفية التفاعل هنا سيصبح المعيار للجهود الدبلوماسية أكثر مصداقية، بمعنى أنه سيكون الوضع على المحك. لا يمكن أن تنشب حرب واسعة في المنطقة عبر إطلاق الصواريخ والمسيرات فقط. تبدأ الحرب الواسعة الإقليمية عندما يبدأ اجتياح بري أو دخول بري أو اختراق بري أو بحري، مهما شئت، يعني عندما يفكر نتنياهو بانتحار مجدد وأن يرسل القوات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، أو عندما تجد المقاومة اللبنانية أيضا أن من مصلحتها، أو أنها تجد أن الوقت مناسب لأن تخوض معركة برية في الجليل الأعلى. يعني نعم هذه مسألة خاضعة للمراحل في حينها، يعني حين بعد عملية الرد المحتوم والحتمي والذي سيأخذ أشكال مختلفة، في تلك المرحلة يمكن القول أن الجهود الدبلوماسية تصبح جهود حقيقية للي ذراع نتنياهو، وهذا سيكون اختبار للإدارة الأمريكية، هل أن هاريس التي ترغب والحزب الديمقراطي والدولة العميقة التي تساعدها وراءها، يعني في جزء من الدولة العميقة معها، هل أنهم سيرغبون فعلا بتأمين حظوظ نجاحها، وأحد شروط نجاحها هو ألا تدخل المنطقة في حرب أكثر حرب. مما هو قائم، يعني أن يتم لجم الوضع والتوصل طيب إلى منذر، صفقة وقف إطلاق إذا النار. سمحت لي سأكمل معك، لأنه هذه لدي فيها كثير من الأسئلة سأطرحها عليك طبعا على ضيوفي، لأنه في شبه قناعة الآن لدى النخب في العالم العربي بأن نتنياهو عندما عاد من واشنطن عاد محملا بموافقة أمريكية وبتنسيق أمريكي عما يفعله، لأنه بعد زيارة واشنطن مباشرة بدأ هذه السلسلة من التصعيد، وما مصلحة الإدارة الأمريكية في ذلك، خاصة أن تصريحاتها العلنية تقول عكس ما يعني يدعيه نتنياهو أو عكس ما يمكن أن يقرأ. مشاهدينا، قبل ذلك أريد أن أعرض ما وزعه الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، الذي نشر مشاهد خاصة للشهيد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد علي شكر السيد محسن. نتابع. سلاحنا الذي لا نتركه أبدا هو الدعاء وسؤال الله دوما بأن يثبتنا ويحمينا ويرعانا ويهيئنا لنكون جنودا له. منهج ثابت لأن هو قرآننا. أن تطبخ في مدارسكم، أن تطبخ في لباسكم، أن يبقى السلاح بيدكم، أن يبقى الشعار عندكم. كيف؟ مساجدنا، مدارسنا. الإمام الخميني أصر على وأكد على أن المسجد هو المدرسة. يوم تترك المعسكر مدرسه بدك تبقى بالمعسكر، بدك تبقى بهذا النهج، عليك ألا تغادر المسجد. دكتور طارق، الرد إذن يمكن أن نجزم بأنه حتمي، لكن هل مساحة النقاش الآن الدائر على المستوى الدبلوماسي هي حول نطاقه وحدوده، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة أم لا؟ فهذا السؤال مركزي، وهو يعني كل الجمهور يريد الإجابة عن هذا السؤال. صحيح. أنا عندي فكرة بهذا الموضوع. أولا، من خلال المكتسبات التي تحققت خلال 10 أشهر، الردع كان هو المكسب الاستراتيجي لمحور المقاومة. اليوم إيران وحزب الله
واليمن ومحور المقاومة ليس لديه سوى خيار واحد وهو الرد. وهذا الرد له أشكال عديدة. يعني من الممكن أن يكون الرد شاملا ومشتركا بين لبنان وبين اليمن وبين إيران وبين العراق. يعني في وقت واحد متزامن لضرب الأهداف العسكرية للإسرائيليين. بمعنى هناك يعني ضربة على الحديدة يعني في تسويغ للرد اليمني. وفي لبنان وإيران والعراق يعني هذا نعرفه. اثنين، قد يكون هذا الموضوع على شكل الوعد الصادق نسخة ثانية، ولكن بأسلحة لم تستخدم سابقا، بكثافة نارية أيضا، وبتحديد أهداف دقيقة توجع الإسرائيلي وتؤلم الواقع الشعبي الإسرائيلي أيضا والسياسي في إسرائيل. هون بتحقق هذا الردع. ثلاثة، ممكن أن يكون يعني بدنا نعرف شغلة كمان نحن، أنه من الممكن أن نسقط العملية النظيفة. يمكن يكون هناك يعني سقوط لبعض المدنيين كما حصل في الضاحية الجنوبية، كما حصل في محاولة اغتيال أبو خالد الضيف. هذا مسار يعني عمله الإسرائيلي. فهذه المحظورات اليوم يعني من الممكن أن تتحطم أمام استعادة هذا الردع. لذلك يعني عندنا شغلتين: تآكل الردع عند الإسرائيليين، وتراكم مفهوم الردع عند محور المقاومة وخاصة عند إيران كدولة إقليمية رائدة لهذا المحور بعد 13-14 نيسان المقبل. أي تراجع، عدم الرد، هو سيكون مكلفا أكثر بكثير من يعني الرد الذي سيحصل، حتى لو أدى ذلك إلى حرب شاملة. وأنا أعتقد بأن الأمريكيين طيب وحتى الإسرائيليين دكتور لا يريدون إذا هذه إذا إسرائيل الحرب. إذا إسرائيل نتنياهو موقن بأن إيران سترد وأن حزب الله سيرد، لماذا أقدم على هذه العمليات؟ هو يعرف أنه وجرب بأن هناك سيكون هناك ردود عسكرية. نتنياهو عنده أزمة على المستوى الداخلي. نتنياهو يعني محرج بموضوع الوقت، بموضوع المماطلة في الصفقة أو الوصول إلى هدنة وقف إطلاق النار. هو فتح مسارا جديدا اليوم للمعركة. يعني امبارح نحن أمس أصبحنا في مرحلة جديدة من الحرب. يعني كل ما مضى هو أصبح من الماضي، اليوم نحن في مرحلة جديدة. وهذا يعني هذه اللعبة لعبها أو النقلة في لعبة الشطرنج هو لعبها نتنياهو بذكاء، بمعنى أنه يريد أيضا توريط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. بمعنى عندما تقصف إيران بها يعني تقصف إسرائيل بهذه الطريقة، ويقول لويد أوستن والإدارة الأمريكية أن أمريكا تريد أن تقف وستقف إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها، هو يورط الأمريكيين ويقلب الأولويات الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الديمقراطية اليوم الحاكمة ستكون ساذجة ومراهقة إذا جرت وراء نتنياهو، ولكن أنا أعتقد بأنها مراهقة وساذجة لأن الشرق الأوسط هو الأولوية الثالثة بعد التحدي الصيني وبعد يعني المنافسة أو العداء لروسيا. لذلك نتنياهو يعرف الواقع الأمريكي الداخلي جيدا، وهو عندما ذهب إلى واشنطن تلمس الضعف عند الإدارة الديمقراطية، وهو يلعب على هذا الوتر وعلى هذا الحبل. هو استغلال إذن هو استغلال لضعف الإدارة الأمريكية، هذا واحد. هو يريد والتزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل والمزايدات بين الجمهورية وفق هذا الهامش استطاع أن يلعب هذه اللعبة الخطيرة. هو يريد أن يوصل الأطراف جميعها إلى حافة الهاوية ولتحقيق هدفين. الهدف الأول، إذا لم يرد محور المقاومة وأجرى حسابات دقيقة ومعقدة، هو سيكون البطل عند الإسرائيليين، أنه أنا قصفت طهران وقتلت إسماعيل هنية، وهذا منجز كبير على مستوى الحرب وعلى مستوى استعادة الردع. وأنا قصفت الضاحية الجنوبية وصفيت أو حيدت القائد فؤاد شكر، ولم يستطع المحور الرد علي، فأنا أصبحت وطنا وأسطورة عند الإسرائيليين. هو قال على فكرة مساء هذا اليوم، عندما هو قال أنه أرأيتم أنه أنا كنت على حق أنني رفضت أن أوقف الحرب، صحيح، وعدم ورفضي لإيقاف الحرب هو الذي أدى إلى أني تخلصت من هؤلاء وإلى آخره. فلذلك أمام المحور خيار واحد لا بديل له، وهو الرد، حتى لو أدى ذلك إلى أن تكون الحرب إقليمية وواسعة وشاملة. مثل ما حكي أستاذ منذر هلأ، يمكن الصواريخ والضربات يعني
هذه التبادل في القصف لا يفتح حربا إقليمية. وهو على المحور أيضا يحرج الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على نتنياهو. طيب. هي لا تضغط بشكل كافي وهي ستتورط في الحرب التي يريدها نتنياهو. بس خليني أختم هون أنه على المحور أن يرد، اثنين أن يراكم موضوع الردع، وأن لا ينجر إلى حرب إقليمية شاملة. ولكن إذا اضطر في الرد إلى رد آخر من الإسرائيليين والدخول في مستويات من الحرب، يعني هلا مش رح نروح داخل حرب إقليمية شاملة، ولكن على المحور أن لا يحاذر من الرد، لأن عدم الرد كلفته أصعب وأقصى بكثير، وهو يهدم كل المنجزات السابقة. أستاذ شبل، الردع الذي كرره ضيفي هنا الدكتور طارق أكثر من مرة يبدو كلمة مفتاحية أو كلمة أساسية في كل ما يجري الآن. إسرائيل تحاول ترميم الردع الذي فقدته بشكل متدرج منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، واستعادة صورة الردع كانت تتطلب مثل هذه العمليات خارج نطاق قواعد الاشتباك، وبالمقابل تحالف قوى المقاومة يريد أن يثبت نظرية ردعه هو من خلال التصميم على رد كل عدوان إسرائيلي، لأن كلفة عدم الرد أكبر بكثير من كلفة الرد كما قال ضيفي الدكتور طارق. الردع هو نقطة المنازلة الآن، هو الكلمة المفتاحية في كل ما يجري، ليس كذلك؟ بالتأكيد. يعني هو نحن يجب أن نفهم أن الحرب الدائرة اليوم هي مثل يعني الصراع في حلبة الملاكمة، هي لا تنتهي بالضربة القاضية ولكن تنتهي بالنقاط. ومحور المقاومة حتى الآن منتصر، حتى منتصر في قطاع غزة نفسه، يعني رغم ضعف الإمكانيات فصائل المقاومة هناك لا تزال تقاوم، ولا زال نتنياهو لم يحقق أهدافه، يعني سواء في تحرير الأسرى الإسرائيليين أو سواء في القضاء على حركات المقاومة كما وعد جمهور الإسرائيلي. وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي في محاولته لتوسيع مساحة القتال. هي واشنطن بالتأكيد لها مصالح في استهداف طهران، ولها مصالح في استهداف اليمن، ولها مصالح في استهداف الضاحية الجنوبية وبيروت كلها، ضاحية جنوبية وضاحية شمالية ومنطقة الوسطى أيضا، لها مصالح في كل ذلك. لكن واشنطن الآن ربما هي لا تريد توسيع مساحة القتال بالصورة التي يريدها بنيامين نتنياهو أو لا يريدها اليمين المتطرف. لذلك تل أبيب حريصة على توريط الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوحل كما يمكن وصفه. لكن أتصور أن المعركة القادمة لن تكون معركة إقليمية، يعني المعركة المرشحة الآن للاندلاع لو استمر الأمر على هذا المنوال واستمر اليمين المتطرف على تصعيده، وهو التصعيد الذي سيقابله تصعيد من محور المقاومة، لن تكون حربا إقليمية، بل ربما تتحول إلى حرب دولية واسعة. لأن محور المقاومة بزعامة طهران لم يعد محصورا في منطقة الشرق الأوسط، هناك تحالفات دولية تتأسس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، هناك يعني صلات دبلوماسية واقتصادية قوية باتت قائمة بين طهران وبين موسكو وبين بكين وبين العواصم التي تحكمها أنظمة يسارية في أمريكا الجنوبية. كل ذلك شكل محور مقاومة عالمي رافض للهيمنة الأمريكية، وبالتأكيد هو يعني في بالطبيعة هو مؤيد للحق الفلسطيني ورافض لإسرائيل باعتبارها هي قاعدة عسكرية أو قاعدة بشرية للولايات المتحدة الأمريكية مغروسة في منطقة الشرق الأوسط. هكذا يجب أن نرى الأمور. يعني وهذا بالتحديد أتصور ما تخشى الولايات المتحدة الأمريكية، هي تخشى يعني أن يحدث توسيع لمساحة القتال فنجد يعني انخراط لمحاور المقاومة المتعددة حول العالم في معركة أوكرانيا مثلا. يعني إن نظرنا بدقة لما يجري على الخريطة العالم الآن، فإن المعركة في أوكرانيا والمعركة في غزة هي ما تحدد المشهد العالمي الذي يعني سيخيم على دول العالم خلال العقود القادمة. أمريكا في تحدي كبير، يعني أمريكا باتت في ورطة كبيرة بسبب شكاوي زيلينسكي في كييف، وباتت في ورطة بسبب أيضا لوم بنيامين نتنياهو ولوم اليمين المتطرف للولايات المتحدة الأمريكية في تل أبيب. هناك ورطة أمام أمريكا التي هي أيضا في الداخل ضعيفة، وفي الداخل تتآكل ويعني وتواجه حالة انقسام شرسة بين أنصار الجمهوريين وأنصار الديمقراطيين. فبالتالي الرقعة العالمية تتغير،
وهذا ما يمكن أن يستفيد منه محور المقاومة. يعني ثقة محور المقاومة في ذاته لا تنبع فقط من عقيدته أو أيديولوجيته الدينية أو أفكاره الوطنية، بل تنبع من رؤية لما يجري حول العالم. يعني أن العالم يتغير، وأن أمريكا مكانتها قد تضاءلت وقد تراجعت، وأنها لم تعد هي الوحش الذي يهيمن على دول العالم الثاني أو العالم الثالث والذي يخشاه الجميع، بل يمكن تحديه. هذه نقطة مهمة. أيضا إسرائيل حتى وإن حاولت أن تصور نفسها كالمجنون الذي لا يخشى أحد والذي يمكن أن يطال يعني رصاصاته وصواريخه أي مكان في العالم، الحقيقة أن إسرائيل من الداخل ممزقة، وإلا ما كانت يعني أعداد الهجرات العكسية تتزايد وأعداد النازحين تتزايد تماماً. وأن أصوات المعارضين لبنيامين نتنياهو تتكاثر. تماما. سيد شبل، ضيوفي، مشاهدينا، سنستعرض الآن التصريحات الصادرة عن القيادي في حركة حماس خليل الحية من طهران، الذي قال فيها أن الخيار مع الاحتلال الإسرائيلي هو الدم والمقاومة، ولفت خلال مؤتمر صحفي لأن الفلسطينيين موحدون على هذا الخيار. نتابع ما قال. الكيان الصهيوني اليوم مسعر حرب، يريد أن يحرق المنطقة بالكامل، ولذلك هو أراد أن يضرب في لبنان وأن يضرب في إيران، وهو يعلم أن إيران ولبنان والمقاومة لن يمرروا له هذا الإجرام إطلاقا، ولن تمرره مقاومتنا، ولن تمرره كتائب القسام. ولذلك نحن نقول إن فعل العدو الصهيوني اليوم هو لإشعال المنطقة بالكامل. الحي لفت إلى أن الاحتلال يتحدى العالم اليوم ويريد إحراق المنطقة بالكامل، ولهذا استهدف لبنان وإيران. يعني دماء القائد إسماعيل هنية هي رسالة واضحة أن خيارنا مع هذا العدو هو الدم والمقاومة، ولا يجدي مع هذا العدو إلا المقاومة، وهذا هو الطريق الذي يمكن أن يوحد شعبنا عليه، لأنه ثبت للقاصي والداني أن هذا العدو لا يؤمن لا بحلول ولا يؤمن بحقوق ولا غير ذلك، ولذلك لا يجدي معه إلا المقاومة. كانت هذه تصريحات القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، الذي كان برفقة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي ضمن وفد الحركة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من ضمن أيضا ما قاله خليل الحية في هذا المؤتمر الصحفي، وأتوجه هنا بالسؤال لزميلي منذر سليمان، كان موضوع الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن خليل الحية أشار إلى موضوع الضوء الأخضر الأمريكي لنتنياهو خلال زيارته والشراكة. في انطباع منذر بعد تصرفات نتنياهو وهذا التجرؤ منه بعد عودته من واشنطن بأنه حصل على الضوء الأخضر الأمريكي لفعل ذلك، أو المباركة الأمريكية لفعل ذلك، لكن التصريحات الأمريكية أثناء زيارته لواشنطن يعني لم تكن تدلل على ذلك. طوال الوقت كان تقول كامالا هاريس، بايدن، وحتى ترامب أن يجب على نتنياهو إيقاف الحرب. يعني بعضنا تأخذ الحمية في يعني نتيجة الموقف الأمريكي المنحاز المشارك وإن كان بشكل غير مباشر في الحرب الإبادة، لكي لا ندقق القراءة الدقيقة للأمور هي تساعد كثيرا على مواجهة الموقف وتقدير الموقف الدقيق لكل الأطراف، مهم جدا في اتخاذ التكتيكات والاستراتيجيات الميدانية الناجعة. يعني بمعنى إنه الولايات المتحدة اتفقنا إنه هناك خلية اغتيال مشتركة، الضوء الأخضر قائم. السؤال هل إنه زيارة الولايات المتحدة حصل فيها على ضوء أخضر بأن يقدم على الاغتيالات؟ لا، والمسألة مسألة بديهية. يمكن للولايات المتحدة أو أي طرف آخر يختلف مع نتنياهو، والخلاف مع نتنياهو خلاف حقيقي حول المقاربة بكيفية إدارة الصراع، إدارة الحرب، وهذه مسألة يجب يعني أولويات الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة توجهاتها الاستراتيجية تجعلنا
يعني نتأكد من هذا الأمر. والخطاب الناري الذي صدر عن هاريس بعد لقائها مع نتنياهو والتي اختارت ألا تقوله بحضور نتنياهو والذي امتعض منه أيضا نتنياهو والوفد الإسرائيلي واعتبروا أنها هي تحاول واعتبره حتى إهانة لإسرائيل يعني عندما ذهب إلى ترامب، هذا يدل على أنه ودرجة أو نبرة التعاطف العالية جدا التي قدمتها رغم قولها وهذا أمر طبيعي بأنها تساند الكيان الإسرائيلي. لماذا نحن نحتاج إلى تحليل دقيق للموقف الأمريكي؟ إذا اتفقنا أن أمريكا ليس من مصلحتها اتساع رقعة الحرب، إذن ليست موافقة على هذا الأمر، وتنصلها حتى من موضوع صحيح أنه هذه الخلية الأمنية تفترض يعني خلية الاغتيال على المستوى الاستخباراتي والمستوى الأمني والعسكري في تعاون تعاون دائم، وبالتالي هذا ما قاله منذر المندوب الإيراني في مجلس الأمن، قال ما كانت إسرائيل لترتكب جريمة اغتيال إسماعيل هنية دون دعم استخباراتي من الولايات المتحدة. نعم، ولكن السؤال الذي يفترض أن نطرحه الآن والذي يمكن أن تطرحه أمريكا على نتنياهو، أنت بعد 10 أشهر جئت لتقول وتقول في الخطاب الذي ألقاه اليوم قال بأنه نحن نستطيع أن نوجه ضربات موجعة إلى آخره، لماذا لم توجهها في 8 أكتوبر؟ يعني إسماعيل هنية متواجد كانوا في أماكن أسهل لاغتياله على فكرة. إذن استخدام وتوقيت الاغتيال واختيار الاغتيال هو المقصود تمديد فترة السماح لنتنياهو تماما بالاستمرار داخليا وخارجيا، عملية التأجيل. ونتنياهو لا يهمه أن تنشب تشتعل المنطقة لا تشتعل المنطقة، المهم أنه يقفز عن الوقائع ويؤخر عملية محاسبته، وبالتالي هو يدخل في هذه المخاطرة. ولكن عندما يصل الأمر إلى أن حرب إقليمية شاملة لا توجد للولايات المتحدة القدرة يعني على يعني أنا لاحظت منذر أن الدكتور طارق هناك كأنه موافق يعني على 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 ما كنت تقوله. أكيد نتنياهو مصلحة نتنياهو هي متقدمة على كل المصالح حتى على المصلحة القومية الإسرائيلية، ولكن المشكلة أيضا أنه المصلحة الإسرائيلية متقاطعة مع مصلحة نتنياهو، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي اليوم متهم ب7 أكتوبر ومتهم بأنه لم يحقق المنجز المطلوب منه من المستوى السياسي في غزة. فنتنياهو يضغط على رقبة الجيش الإسرائيلي ولا يستطيع هذا الجيش أن يضغط على نتنياهو. والشباك أيضا على المستوى الأمني والمستوى العسكري هو متهم بالتقصير في الحالتين 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، إضافة إلى ضعف الإدارة الأمريكية التي لا تستطيع الضغط بالشكل الكافي بسبب المزايدات الداخلية بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين على نتنياهو، الذي يفهم اللوبي اليهودي بأن الضغط عليه هو ضغط على إسرائيل. لكن ما 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 أود سؤاله دكتور طارق، يعني نحن أمام اتفاق جمهوري ديمقراطي سواء كان في عهد ترامب أو في عهد بايدن وحتى في زمن أوباما أن لا حرب في الشرق الأوسط مرة أخرى، لا تريد الولايات المتحدة الانخراط في حرب في الشرق الأوسط، وانسحبوا من أفغانستان، موضوع العراق وإلى آخره. ما يقوم به نتنياهو هو عكس هذه الاستراتيجية وليست السياسة بما أنه اتفق عليها صحيح الحزبان، يعني بمعنى أنهم لا يريدون أن ينخرطوا في حرب الشرق الأوسط، بذات الوقت هناك من يجرهم إليها ويورطهم فيها. هذه هي المفارقة الآن التي نسأل عنها، ولماذا الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي لعدم جر المنطقة لحرب؟ واضح أن نتنياهو هو من يجر المنطقة صحيح لهذه الحرب. صحيح. أولا بس يعني باختصار، كتبت مقال منذ فترة اسمه الهرم المقلوب، التخبط الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية عندما نراجع الاستراتيجيات الثلاث للأمن القومي، عند باراك أوباما الاستدارة نحو آسيا، عند دونالد ترامب كمان تقديم المنافسة الاستراتيجية مع الصين، وعند إدارة بايدن 22 تشرين بال 2022 أيضا قدم الصين على الأولويات الأخرى. يعني كانت الصين هي الأولوية الأولى، روسيا ثانيا. والشرق الأوسط ثالثا. الهرم المقلوب عند الإدارة الديمقراطية، قدمت روسيا في 22 شباط 2022 على المنافسة الاستراتيجية. اليوم أيضا نتنياهو
والمراهقة السياسية الأمريكية تقدم الشرق الأوسط كأولوية اليوم. يعني تورط الأمريكيين اليوم في الشرق الأوسط يجعل الصينيين يحلقون وحيدين في موضوع المنافسة الاستراتيجية. يعني وضعوا أولوياتهم الاستراتيجية بشكل صحيح، الصين، روسيا، الشرق الأوسط، ولكنهم قلبوا. لكن الأحداث لم تجعلهم، لا، هن اللي مش بس الأحداث، ضعف الشخصية السياسية، ضعف ترتيب الأولويات عند الديمقراطيين، مسارعة الديمقراطيين إلى استعادة الدور الرائد الأمريكي في العالم، إنه أمريكا هي الرائد في هذه الكرة الأرضية، واستعادة القيادة على مستوى الناتو وعلى مستوى العالم هو الذي جعل الأولوية الروسية تتقدم. واليوم ترك نتنياهو حرا بهذا الشكل في 10 أشهر الماضية جعل الأمريكيين أيضا الديمقراطيين لا يستطيعون الضغط في الأمتار الأخيرة على نتنياهو مع اقتراب الانتخابات الأمريكية تماماً. بسبب مزايدة بينهم بين الجمهوريين. سأختم مع سيد شبل من القاهرة، ما الذي سوف يحدث؟ هذا السؤال الذي يعني يهم المشاهدين بشكله البسيط. يعني أنا بداية أريد أن أعلق على النقطتين. يعني النقطة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها تريد الانسحاب من الشرق الأوسط، لكنها لا تريد أن تترك الشرق الأوسط بحسب عقليتها، يعني فريسة في أيادي الإيرانيين أو فريسة في أيادي موسكو. فيعني إيران تمد يدها بالسلام للعواصم العربية كافة، وفي اتفاقية سلام عقدت بين طهران وبين الرياض، ويعني والإنجاز العسكري الذي أنجزته روسيا سواء في أوكرانيا أو في سوريا جعل لها يعني رصيد كبير في منطقة الشرق الأوسط، وفتح لها علاقات مع عواصم عديدة. الصين أيضا اخترقت المنطقة من بوابة الاقتصادية، فهي بالتأكيد يعني لديها يعني السياسة الأمريكية سياسة مرنة، فهي إن أعلنت الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط فهي لا تريد أن تتركه في أيادي خصومها. فأعتقد أتصور يعني أن نتنياهو بدرجة أو بأخرى يدرك ذلك، وهو يلعب على هذا الوتر، وهو يغازل شيء ما في الإدارة الأمريكية يعني يحفز لديها النزعة الاستعمارية أو النزعة الإمبريالية من جديد. هو يريد أن يضع نفسه على نفس الخط الأمريكي في مواجهة كافة أعدائها. فبالتالي هو يعني يدرك أن أمريكا في مرحلة اهتزاز ما، وهو يريد أن يستعيد هذا الحس الإمبراطوري لدى الإدارة الأمريكية، فبالتالي يورطها في معارك من هذا النوع ويجلبها من جديد إلى منطقة الشرق الأوسط. هذا أولا. النقطة الثانية التي كنت أريد التعليق عليها فيما يتعلق بالمظاهرات التي نقلتها يعني شاشتكم الكريمة من طنجة في المغرب، أتصور أنه لو ترك الخيار أو تركت المساحة أمام الشعوب العربية سنجد مثل تلك المحافظات صحيح. في كافة العواصم العربية وفي كافة المدن الكبرى، يعني لولا بعض الحسابات السياسية أو الضغوط الأمنية هي التي ترضع المنظمات أو الحركات السياسية في كافة العواصم العربية من النزول إلى الشارع وإعلان تأييد المقاومة وتوجيه النعي الى حركات المقاومه سواء في لبنان او في فلسطين. شكرا. فيما يتعلق انتهى الوقت، بس اشكرك استاذ السيد شبل الكاتب والباحث في معهد الدراسات المستقبليه من القاهره، دكتور طارق عبود الخبير في العلاقات الدوليه، اشكر حضورك هنا في الاستوديو، كل الشكر لزميلنا مدير مكتب الميادين في الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن منذر سليمان. هذه الساعة من التغطية انتهت، لكن تغطية الميادين مستمرة. إلى اللقاء.